بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدروس سورة الروم، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. الإيمان كله أن ترى أن الأمر كله لله، من قبل انهزامهم ومن بعد انتصارهم، لله الأمر من قبل ومن بعد. الأمر دائما بيد الله، وكلما عمق إيمانك وكلما ارتقى إيمانك لا ترى مع الله أحدا، ترى يد الله فوق أيدي الناس جميعا. قال تعالى: يد الله فوق أيديهم. كلما ابتعدت عن الله رأيت الكثرة، وكلما اقتربت من الله رأيت الوحدة. كلما ابتعدت عن الله رأيت شركاء لله، وكلما اقتربت من الله عز وجل رأيت أن الله عز وجل لا إله غيره. لذلك جاء في سورة يونس: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها لشدة قوتهم أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا لا أمرهم، ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. والله يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذن لله الأمر من قبل ومن بعد. ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. يجب أن تعلم علم اليقين أن الأمر بيد الله، هذا هو الإيمان. ولا شيء يزعج الإنسان ويسحقه ويؤلمه كأن يرى أن الأمر بيد زيد أو عبيد، وبيد فلان أو علان. أما الأمر بالله. غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لكن قبل أن يغلبوا وبعد أن يغلبوا، قبل هذا وبعد هذا، قديما وحديثا، يمينا وشمالا، فوقا وتحتا، الأمر لله. لله الأمر من قبل ومن بعد. هي قبل بعد ظرفا زمان بنيا على الضم لانقطاعهما عن الإضافة، يعني لله الأمر من قبل نصرهم ومن بعد نصرهم، من قبل غلبتهم ومن بعد انتصارهم. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون. هو النبي عليه الصلاة والسلام قال: ملة الكفر واحدة. قال: لو دخل مؤمن على 100 منافق فيهم مؤمن واحد لحن هذا المؤمن إلى ذاك المؤمن، ولو دخل منافق على 100 مؤمن فيهم منافق واحد لحن هذا المنافق إلى ذاك المنافق. فهذه قصة قديمة جداً، قديمة قدم سيدنا آدم. هناك الكفر والإيمان، هناك الشرك والتوحيد، هناك الإحسان وهناك الإساءة، هناك العدل وهناك الجور، هناك الخير وهناك الشر، هناك الحق وهناك الباطل، هناك المحسن وهناك المسيء، هناك المؤمن وهناك الكافر، هناك الموحد وهناك المشرك. أبدا،
المؤمن مع المؤمن، المشرك مع المشرك، الكافر مع الكافر، الزاني لا ينكح إلا زانية، الفاسق مع الفاسق، المرابي مع المرابي، العفيف مع العفيف، أبدا. هذه سنة الله في خلقه. فالمؤمنون طبعا أولا حينما غلب الروم الفرس لماذا فرح المؤمنون؟ لشيء خطير جدا، وهو أن هذا الكتاب من عند الله والدليل وقوعه. تحدثنا سابقا عن أن تأويل القرآن له معنى خاص وله معنى عام. التأويل بمعناه العام كالتفسير، إذا كان الآية واضحة أو فيها كلمة غامضة نفسرها، أما إذا الآيات فيها خلاف ظاهر مع آيات أخرى نؤولها. فالتأويل إلى حد ما يشبه التفسير، ولكن للتأويل معنى خاص، وهو أن الله عز وجل إذا وعد المرابي بأن يمحق الله ماله، محق مال المرابي تأويل آية الربا، وإذا وعد المؤمن بالحياة الطيبة، الحياة الطيبة تأويل هذه الآية، وإذا وعد المعرض عن ذكر الله عز وجل بالمعيشة الضنك، المعيشة الضنك تأويل هذه الآية. فالتأويل وقوع الوعد والوعيد، وقوع الوعد والوعيد. الآن لماذا فرح المؤمنون بنصر الله؟ لأن القرآن ذكر هذا قبل أن يقع، فلما وقع كان مصداقا على أن هذا القرآن كلام الله. هذا أحد أسباب فرح المؤمنين بنصر الله. الشيء الآخر، هم المؤمنون أقرب إلى أهل الكتاب منهم إلى عباد النار. يعني أنت مع إنسان له كتاب سماوي وإنسان آخر ملحد، ترى أنك أقرب إلى هذا الكتابي من هذا الملحد. نعم، هذا المعنى الثاني. إذن غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، سيغلبون من إعجاز القرآن الإخباري ومن دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي بضع سنين وقد وقع هذا، وقعت مغلوبية الروم في عام 613، وبعد 7 سنوات انتصر الروم على الفرس واستردوا منهم المواقع التي أخذوها. والأمر لله عز وجل من قبل ومن بعد، دائما الأمر بيد الله. اسمعوا بعض الآيات: يد الله فوق أيديهم إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. له الخلق والأمر، له الخلق والأمر، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. هذه الآيات: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. هذه الآيات تبث الطمأنينة. أيستطيع الكافر مهما كان قويا أن يفعل شيئا غير إرادة الله عز وجل؟ هل يستطيع الكافر أن يتفلت من عقاب الله عز وجل؟ أبدا. قال: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. شوف معنى ينصر من يشاء، يعني الله عز وجل مطلق الإرادة، يفعل ما يشاء، الأمر بيده، النصر بيده، الهزيمة بيده، بث الرعب في الناس. النبي عليه الصلاة والسلام قال: نصرت بالرعب بيده. أن يراك الناس ضعيفا بيده، أن يروك قويا بيده، أن يهابوك بيده، أن يستصغروك بيده، أن تقوى على عدوك بيده، أن يقوى عليك عدوك بيده، أن تظهر بيده،
أن تختفي بيده، أن تنتصر بيده، أن تنهزم بيده. لله الأمر من قبل ومن بعد. لكن سؤال، ما دام الأمر كله بيد الله، هل معنى ذلك ألا نأخذ بالأسباب؟ هنا المشكلة. أتمنى على الله عز وجل أن يمكنني من أن أوضح لكم هذه الحقائق الدقيقة. هي في حياتنا اليومية، في عملنا، في زواجنا، في تجارتنا، في دراستنا، في كل نشاط حياتنا. أنت بين رجلين، رجل آمن بالأسباب وعبدها من دون الله واعتقد أنها كل شيء فأخذ بها واعتمد عليها، وقد يفاجأ الإنسان أنه أخفق في حياته. يعني سمعت عن طبيب اعتقد أن الجري اليومي هو كل شيء في صحة الإنسان، وأن هذا الذي يجري يوميا لن يصاب بمرض في القلب أبدا. اعتقد هذا وكتب مقالات وعمل ندوات وألف كتب وكان يجري كل يوم. مات فجأة وهو يجري لحكمة أرادها الله عز وجل. لماذا؟ لأنه آمن بالأسباب وحدها، وضع فيها كل ثقله، وضع فيها كل آماله. من اختصاصه يؤتى، من اختصاصه يؤتى. لذلك قالوا يؤتى الحذر من مأمنه. لماذا يؤتى الحذر من مأمنه؟ لأنه عبد الأسباب من دون الله، اعتقد بها وعبدها. هذا الإنسان قد لا ينجح في حياته. لذلك من أسباب النصر الكثرة، أليس كذلك؟ أصحاب النبي عليهم رضوان الله حينما فتحوا مكة وجدوا أنفسهم من الكثرة الكثيرة 10,000 مقاتل مع سيوف متوهجة، فقالوا لن نغلب اليوم من قلة. فماذا كانت النتيجة؟ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ألقى في قلوبهم الخوف والرعب. طيب ما علاقتنا نحن بهذه الآية؟ أنت في عملك إذا قلت أنا متمكن أشركت، أنا متفوق، أنا خبير، لا بد من أن تخفق تأديبا لك على الشرك بالله عز وجل. هذا إنسان. الغربيون يمثلون هذا الصنف، أخذوا بالأسباب كلها. يعني شلينجر هذا مركبة فضائية، يعني هذا الاسم معناه بالعربي المتحدي، المتحدي، الضبط والمراجعة والعد التنازلي وقطعة قطعة وصمام صمام وجهاز جهاز، دقة ما بعدها دقة وحسابات دقيقة ورياضيات وفيزياء وكيمياء. وفي 7 رواد فضاء ركبوا مركبتهم وبعد 70 ثانية أصبحت كتلة من اللهب. إذا عبدت الأسباب من دون الله ونسيت الله عز وجل، أغفلت قدرة الله عز وجل، نسيت أن الله بيده كل شيء، نسيت أن الله قادر على كل شيء، نسيت أن الله بقدرته أن يقلب كل شيء رأسا على عقب، هذا الوضع هو شرك. هي نموذج، هذا النموذج مرفوض، أن تأخذ بالأسباب وأن تعتمد عليها. النموذج الثاني كله شغل ربنا عز وجل، نحن ما دخلنا. الكسل والقعود والخمول، عدم العمل، عدم السعي، عدم الاهتمام. لو توكلت على الله، لو قلت ليس إلا الله، لا رب إلا هو، لا إله إلا الله، إليه يرجع الأمر كله، بيده الخير، نحن عبيدا. هذا التوكل بلا سعي نموذج مرفوض آخر. هذا مرفوض وهذا مرفوض، هذا خلاف ما أراده الله عز وجل وهذا خلاف ما أراده الله عز وجل. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما وقف يدعو ربه قبيل معركة بدر وقع من على كتفه الرداء لشدة قلقه
إلحاحه في الدعاء. بعض كتاب السيرة قالوا لعله كان يخشى ألا يكون قد أخذ بالأسباب التي أمره الله بها. فأنت في دراستك، في تجارتك، في علاقاتك، في مشاريعك، في إنجازك، في مهنتك، في حرفتك، في صحتك، في تربية أولادك، يجب أن تأخذ بالأسباب وأن تتوكل على رب الأرباب. توكل حقيقي، أن تأخذ بالأسباب أخذا حقيقيا، وأن تتوكل على الله توكلا حقيقيا. فلو أخذت بالأسباب وتوكلت عليها وألهتها واعتمدت عليها ورأيتها كل شيء، وقعت في الشرك ولا بد من التأديب. ولو توكلت على الله وحده وكنت كسولا خمولا لم تأخذ بها، النبي ماذا قال؟ قال من أكل التراب فقد أعان على قتل نفسه، يعني من أكل فاكهة قبل أن يغسلها فقد أعان على قتل نفسه. أليس هناك من يقول أخي كول وسمي بالله، أهذا هو الدين؟ لا والله. طالب ما بيدرس، أخي أنا الحمد لله ما تركت فرض صلاة، وإذا كان لا بد من الدراسة، تطلع لكان مثقف جاهل، تطلع طبيب جاهل تأذي الناس. فالمسلمون لا يتقدمون، لا يفلحون إلا إذا أخذوا بالأسباب. والذين أخذوا بالأسباب ولم يتوكلوا على الله لا يفلحون أيضا. هذا الذي أتمنى عليكم أن تكونوا في مستواه، حقيقة قرآنية خطيرة جدا. الله عز وجل بيده الأمر، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. لكن هذه المشيئة رسمت لنا طريقا، هذه المشيئة رسمت لنا طريقا. النبي عليه الصلاة والسلام حينما هاجر، ما من إنسان على وجه الأرض يستحق النصر كرسول الله، ومع ذلك أخذ بالأسباب كلها. عين إنسانا ليتلقف الأخبار، إنسان آخر ليمحو الآثار، إنسان ثالث ليأتيه بالزاد، إنسان رابع ليدله على الطريق، سار مساحلا، دخل غار ثور، صحب سيدنا الصديق، أخذ الحيطة والحذر. هذا الذي عليه فعله، وتوكل بعدها على الله. فلما جاءوا إلى الغار وقال له الصديق يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موطئ قدمه لرآنا، عندئذ قال عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ قال لقد رأينا. قال يا أبا بكر ألم تقرأ قوله تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون؟ حينما تأخذ بالأسباب تستحق أن تخرق لك القواعد والعادات. لن تخرق لك القواعد والعادات إلا إذا أخذت بالأسباب، هي حقيقة. بعدين شيء آخر له مكان هنا مناسب، يعني الإنسان قد يتمنى أن يكون الله معه، يتمنى أن ينصره الله، أن يدافع عنه، أن يحفظه، أن يوفقه، يتمنى هذا تمني. ولكن هذه المعية معية الله عز وجل من السذاجة والحمق والغباء والجهل أن تظنها بلا ثمن، لها ثمن باهظ. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. أي المعية؟ أن تؤمن بالله، أن تصلي صلاة صحيحة، أن تزكي، أن تحسن، أن تؤمن بالرسول، أن تنصره، أن تعينه، هكذا. فلذلك لا تطمح أن يكون الله معك من دون أن تكون معه. كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه ثم من يعطي إذا ما منعك. والشيء الثاني، عليك أن تأخذ بالأسباب وأن تتوكل على الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين.